طارق حامد وعلي جبر ل الأهرام. ويعني خلاص هتكلم اقول ايه؟ خلاص يعني زي ما بتقول الراس وقعت في الفاس، الفاس وقعت في الراس. هم خلاص الاستغناء بتاعهم راح لنادي الأهرام. يلا معانا تليفون دلوقتي، معانا الاستاذ محمد مصلحي رئيس اتحاد الاسكندري. اهلا وسهلا استاذ محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ استاذ احمد ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يخليك، كل عام وحضرتك بخير. وانت حضرتك يا استاذ احمد كل سنه وانت طيب يا فندم. البقاء لله في اللاعب بنزينة طبعا. اه طبعا يعني. والكابتن ابراهيم الجويني طبعا. حضرتك كان على بنزينة ولا ابراهيم الجويني؟ ومحمد سلام يعني في ثلاثة الأسبوع ده. حضرتك عاوز تتكلم عن أي واحد فيهم؟ نعم يا فندم؟ حضرتك عاوز تتكلم عن أنا واحد فيهم؟ أنا بعزيك في الثلاثة يا فندم، أنا بعزيك في الثلاثة، كرمز مرموز اسكندرية فبعزيك في الثلاثة طبعًا. ما عشان كده أنا بكلم حضرتك، أنا بتكلم طبعًا على الكابتن إبراهيم الجويني طبعًا. طبعًا. ده رمز طبعًا. كبير جدًا وحاجة محترمة وحاجة يعني فقدت الرياضه المصريه بصراحه في اسكندريه. بس كابتن ابراهيم الجويني رئيس نادي اولمبيا، رئيس نادي شقيق، رئيس محترم، رئيس اتحاد الكوره. حضرتك استاذ احمد لا تتخيل امبارح الجنازه كانت عامله ازاي. اه حضرتك كنت واقف وبتاخد العزاء وكده، حاجه طبيعيه طبعا. طبعا يعني النائب طارق السيد رئيس نادي اولمبي وانا يعني تربطني يعني حتى علاقه نسب مع العميد ابراهيم الجويني. وكابتن ابراهيم الجويني من الناس فعلا محترمه جدا، الواحد اتعلم منه حاجات كتير جدا. حتى لو انا موجود كرئيس نادي الاتحاد، ولكن النهارده اتكلم السنه دي ابراهيم الجويني اتوفى، ثاني فات الكابتن الديلا، وثاني دول اخر اثنين من الناس اللي هي العمالقه اللي هم في يعني اصل الرياضه المصريه كلها بصفه عامه يعني. الحاجه الثانيه في طبعا الكابتن محمد سلام برضو، ده كان مدير حراس المرمى في نادي الاولمبي ومنتخب مصر ونادي الاتحاد. ويعني بعد صراع كبير مع المرض يعني توفى، ولكن ان شاء الله طبعا في مستقبل جنة برضه. كريم بنزيما كان لاعب في نادي الاتحاد، والنهارده كان في وقت من نادي الاتحاد السكندري ممثل مع الكابتن كمال صبري وتواجده في الاخ كريم عربي وواحد كمان من الاداريين من نادي الاتحاد، وراحوا زاروا اهله وزوهم واسرته. يا رب ان شاء الله برضه تكون مسافه الجنه وتكون في مكان افضل اللي احنا فيه يا استاذ احمد. ان شاء الله باذن الله. هل في تبرع فعلا لكريم بنزيما حصل يا كابتن؟ بص الحاجات اللي يعني انا طبعا بستاذ حضرتك طبعا الحاجات الشخصيه دي طبعا الحمد لله الواحد يعني بيقوم بيها ومش اول مره، ولكن كريم اللي انا عارفينه ان هو يعني ظروفه وحشه جدا وظروف اهله فعلا يعني ما تسرش حد خالص، فكان واجب علينا كنادي الاتحاد او انا بصفه شخصيه الحمد لله يعني الواد اللي راح النهارده دي حاجه محترمه منك طبعا يا استاذ محمد. بس احنا بنحسس ان يعني بتقول للناس على الناس اللي بتقف مع اللعيبه وبتقف مع اسرهم عشان كله يقتدي بالكلام ده، يعني ده وجهه نظرنا مش اكتر يعني. والله يا استاذ احمد يعني حضرتك حتى طبعا يعني حضرتك طبعا، ولكن انا برضه اقول لحضرتك حاجه، ان الكابتن هاني سليمان يعني كابتن فريق نادي الاتحاد كلمني امبارح واتفق ان اللعيبه نفسها بتاع الفريق الاول كره القدم كله في نادي الاتحاد ان شاء الله برضه طالعين من عندهم حاجه يعملوا شهادات استثمار لبنته. ودي برضه انا يعني بصراحه يعني اثنيت عليها للكابتن محمد عمر والكابتن محمد ابراهيم، ان قد ايه يعني هاني ككابتن فريق النادي الراجل ما تاخرش، وان شاء الله هيعملوا حاجه برضه تليق باسم نادي الاتحاد ان شاء الله في المرحله اللي جايه. هم حسوا نفسهم طبعا اي لعيب لما يتوفى الله وواد صغير كده في يعني في العشرينات فاثر عليهم كلهم، فيا رب ان شاء الله يكون في مكان افضل مننا بصراحه. والمستشار تركي تبرع تقريبا بمليون جنيه تقريبا لاسرته. بصراحه انا سمعت زي ما سعادتك يعني اتفضلت قلت دلوقتي، انا سمعتها امبارح الكابتن احمد حسن كان بيقولها في احدى القنوات ان هو تبرع، دي برضه تبقى حاجه طبعا كويسه الراجل ان هو يشارك في حاجه زي كده، فعلا تبقى حاجه كويسه، وانا شايف ان اهله بصراحه يستحقوا اكتر من كده كمان. طب احنا دلوقتي عايزين نطلع من حاله العزاء بقى وندخل على نطمن جمهور اسكندريه على الاتحاد الاسكندريه الموسم القادم وايه ظروفه كده ان شاء الله باذن الله، هيكون في مركز كويس ولا ايه الدنيا معاه باذن الله؟ والله يا استاذ احمد يعني زي ما حضرتك عارف ان انا يعني مسكت النادي في حوالي شهر ديسمبر اللي فات، ونادي الاتحاد كان في يعني في مكانه ما كانش باسم نادي الاتحاد، ولكن الحمد لله
مع الجهاز الفني الكابتن محمد عمر والكابتن محمد والجهاز المعاون الكابتن محمد نور والكابتن محمد ابراهيم. الحمد لله ادينا مباريات الناس كلها تبعتها، وكان في بعض تدعيمات الحمد لله ادت الى نادي الاتحاد خلص الدوري بطريقه كويسه. مشاركتنا للبطوله العربيه دي كانت حافز كبير جدا، والحمد لله نجحنا بالتصفيات ويعني وعدينا من السلميه الكويتي ومفتح الرباط المغربي ووحده الفرق الجيبوتيه، وان شاء الله عندنا مباراه مهمه جدا في دور 32 اول يعني يوم 9 اغسطس عندنا ماتش مع نادي الترجي التونسي في استاد اسكندريه. وانا يعني بستاذن حضرتك من خلال حضرتك يعني بطلب من السيد مدير امن اسكندريه اللي هو ان هو يعني يوافق على طلبنا ان احنا عاوزين ان المباراه تقام على استاد اسكندريه اسوه من اللي حصل مع النادي المصري، ويكون جماهير حق طبيعي لجماهير اسكندريه انها تشوف فرقتها، وحق طبيعي انها تساند فرقتها في مباراه صعبه زي مباراه الترجي التونسي. وسعادتك عارف قد ايه الماتش بيبقى صعب مع نادي الترجي التونسي، وكويس ان الماتش الاولاني عندنا، الماتش الثاني هيكون عندهم ان شاء الله يوم 6 سبتمبر. برضه في ناس كتير جدا مفكر انها تسافر تقف جنب نادي الاتحاد، فانا يعني اتمنى ان نادي الاتحاد ان هو السنه دي بالتدعيمات اللي انا عملتها مع مجلس الاداره بتاعي، وانا تملي بس بيثني على مجلس الاداره اكثر من رائع بصراحه. اتمنى ان شاء الله نعمل حاجه كويسه في باسم النادي باسم شعبيه النادي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله قريب كده هنعمل حلقه خاصه عن نادي الاتحاد، ونتمنى وتاريخه طبعا وشعبيته، ونتمنى وجود حضرتك معانا باذن الله. شرف ليا يا استاذ احمد. ربنا يخليك، ربنا يخليك محمد ده، ربنا يخليك. شكرا جدا يا فندم، شكرا جدا حضرتك، شكرا. إيه